هي آلة سورية اخترعها الفيلسوف الفارابي في القرن التاسع. كان اللي فيها 78 خيط، كان 45 وكان 99 خيط. دوك نقولكم شنو هي هاد الآلة وش نعرف ندير بها. مرزوق رفيق الياس كاسمير، عندي 25 ans و جي في دي زيتود دون ماناجمنت. جيت لهنا البروديج خاطر عندي باسيون هي العزف على آلة القانون ولا لا سيتار اورينتال. جي ديكوفير لا ميوزيك غراس ا ما فامي ماتيرنيل. كان عندي خالي وخالتي يوسيو موسيقى في جمعية أندلسية اسمها لي روسينيول دالجي، وكنت نروح نسمعهم من داك باش نسمعهم كيفاش يغنيو. على لاج دو 7 ans دخلت نواسي الموسيقى لتماك، بديت بلا موندولين العود، جي في ان بو بيركوسيون دربوكا وطار. ابخي جي في دو بيانو، ومن بعد البروف تاعي قال لي وكان تواسي القانون، ولتماك بدات الحكايه تاعي. كي بديت القانون البروف تاعي كان يعطيني لي زيكزارسيس باش نديفلوبي لا باز تاع لو جو تاعي في القانون. من بعد كي كون جي ميتريزي هاد لي تكنيك بديت نشوف لي سيت انترنيت اي لي فيديو، وعجبوني زوج قانونجيات تراك غوكسل باكتاكير وهليل كارادومان. بديت نخدم لي تكنيك تاعهم حتى خرجت لاطوف. Parmi mes projets, inshallah, voici de former un orchestre pour les qanounjin jazaïriyin. Allah ybarik jazaïr ma'amra bhad les talents. Ou inshallah, ntamhom kamel f'un seul orchestre. Ou le rêve ta'i, ou sjel asmi, parmi les plus grands musiciens algériens. Prodige a permis que tout le monde ait un talent et aurait le grand public. J'ai saisi l'occasion pour voir ce que je peux faire dans la passion. Je remercie comme l'équipe de Prodige, l'équipe de tournage. J'étais comme ça. Salam.